كابتن انيس الشعلالي اخصائي الاحمال البدنيه، ادي امام حضراتكم لعيبه النادي الاهلي احمد الشيخ ووليد ازار ومحمد نجيب، ابتدوا بقى يترصوا في المجموعات التسخينه، واعتقد ان التسخين في هذه الاجواء كابتن شريف هيبقى اقوى عشان الدنيا وحلل برد برضه في المحل، هتلاقيه في لمسه سقوعيه كده بتدي حماس اكتر وبتخلي لعيبه يعملوا مجهود اكبر. نعم. مفيش حد هيقف في الملعب بقى، اللي هيقف هيبرد. يعني احنا ملعب المحل ده كابتن لسه اسالك عليه، انت من احسن الملاعب اللي موجوده في مصر عموما، احسن من استاد القاهره. ذكريات بس دلوقتي ما بقاش زي الاول يا كابتن. لا انا شايفه هو، انا باصص اول حاجه بصيت عليها النجيله. النجيله دي اللي بتفرق مع لعيبه النادي الاهلي او الفرق الكبيره، تفرق كتير قوي ان الملعب تباصي الباصه بتبقى سليمه، اللعيبه بنفسها مفتوحه. الفرقه اللي بتلعب على الاستحواذ يا كابتن بتبقى محتاجه نجيله حلوه. طبعا طبعا طبعا، ده بتبقى محتاجه كل حاجه، ان الكره على الارض ما تنطش منه. لو في كور تيجي تلعبها انت والجون فاضي، وتيجي تعملها تلاقي راح ضربه بند. ايمن اشرف، بص حسام عاشور بصراحه مسمار خط وسط النادي الاهلي. حسام عاشور احسن لعيب دفاعيا حافظ الحته دي في النادي الاهلي، حسام عاشور، ويبقى كل واجباته على اكمل ما يكون وفي فورمه دايما، حافظ هذا المكان واخد بالك، ودايما حسام بيعتمد عليه، وشغل النادي الاهلي دفاعيا وهجوميا بيعتمد على حسام عاشور. الجانب الخططي خلي بالك واخد بالك بيعتمد عليه بشكل كبير جدا، لان هو دايما محمد اللي بيقف قدام الاثنين المساكين. انت كان عندك فراغ في ماتش المقاصه، فراغ كبير جدا راحوا بيه من الحته بتاعت حسام عاشور. خلي بالك الاهداف كلها من العمق، هو الراجل بيقف قدام نجيب وقدام اشرف، محمد ايمن اشرف. له دور من هنا بيدي الحريه والتحرر للراجل اللي جنبه، السوليه لما كان بيروح يكمل مطمئن ان في مسمار واقف قائد. عنده ميزات كتيره جدا حسام، انه قائد وبيشوف وبيوجه، وعنده ميزات انه فنيا بيقطع الكوره، بيعرف يقطعها وبيمرر ما انا كنت جاي لك. عنده تصرف بالكوره بالتمرير وهو واقف ما بيغلطش، يبقى دليل ان هو حافظ مكانه. فطبعا عمد وجوده مهم جدا، وجود حسام مهم جدا. انما نيجي عشان كده حسام البدري حاطط احمد فتحي قائد، السوليه حفظ السوليه.